رأفت بتحب سندوتشات النعناع؟ نعناع؟ مش كتير؟ مش كتير لا والله. هلأ شوف، هي في 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 شيء طالع بأنه بحكي أنه هالسندوتشات غير صحية، وممكن أنها لا سمح الله تؤدي لمشاكل في الوزن بسبب الدهون اللي موجودة فيها. لكن دائما دبي معودة الأشخاص بأنها تقدم كل شيء جديد وكل شيء غريب، سواء بمجال الأكل، بمجال التكنولوجيا، أو بأي مجال من المجالات. نعم. هلأ فيك تتناول سندويشات نعناع ذكية بدبي، تعد الأولى من نوعها عالميا، صحية وصديقة للبيئة، وحاصلة على شهادات عالمية. غير أنه طريقة تحضيرها بس عم تستغرق 4 دقائق، على درجة حرارة عم توصل ل 440 درجة مئوية. والشي الملفت بالموضوع أنه سعرها ما بيتعدى ال 25 درهم. هل عم سندويشة ذكية؟ سندويشة ذكية. رح أشرح الموضوع أكثر ونقول بأنه المكان هو موجود على الكايت بيتش، واحد من أهم الشواطئ الموجودة بإمارة دبي. وبالفعل مهندس المعدات الطبية إياد غانم هو صاحب فكرة السندويشات الذكية، قال بأنه دبي مدينة الرقم واحد وحاضنة الأفكار النوعية والإبداعية، وقطاع الضيافة فيها يعد الأكثر تميزا على مستوى العالم. دائما كانت في عنده فكرة عم بتراوده بأنه يعمل شيء غريب بإمارة دبي، لأنه إمارة دبي دائما بتحتضن هالأفكار الغريبة، وهالأفكار الغريبة بجوز تخلي الشخص ينعرف أكثر وأكثر. موضوع النعناع حسب ما بيقول بأنه مشكلة الأشخاص دائما أنه أول شيء هي وجبة جدا مفضلة عند الكبار وعند الصغار. رح نحكي عن موضوع على فكرة صحي أو مش صحي هلأ بآخر الخبر. كمان كان عم بيقول المشكلة بأنه أنت أحيانا مثلا بتحب وجبة معينة بمطعم، بتحس حالك أول مرة بتيجي بتستمتع بالوجبة، ثاني مرة عم تيجي لا مش نفس أول مرة أنا دقتها، بتروح على فرع تاني موجود بمكان تاني، يا جماعة الشيف مش نفسه المطعم، إيش مالكم؟ هذا فعلا صار معي بواحد من المطاعم، وأحيانا زعلت بتكون... أنا بصراحة زعلت لأنه بتكون عم تحلم فيها للوجبة. لا لا مش هيك، لأنه أنا بحب المطعم والأكلات اللي كانوا بقدموها بصراحة كانت يعني جدا رائعة، ولكن غيروا طبعا، جابوا ماركتينج جديد، ما غيروا المطعم. أوكي. وهذا الشخص المسؤول على الماركتينج فكر هو أنه بحسن، فطلع موضوع يعني ابدا مش بالضبط، لا مش لصالح المطعم. السندويشات هاي بيضمنوا لك اياها بكل مره انت عم تيجي على المطعم تدوقها رأفت رح تكون بنفس الطعمه. السبب بانه اعتمدوا يعني هالشيء خلاهم يبتكروا وجبات ذكيه عم تتميز بنكهات ثابته ما بتتغير، بعد يعني تعب كتير كبير وشغل كتير طويل. تواصل اياد مع مخترع الماني ليحصل على واحد من اختراعاته، وهي شوايه ذكيه وصديقه للبيئه وامنه. حلو. ممكن انك تستخدمها بالاماكن المغلقة بالهواء الطلق، وبتعمل من دون الاعتماد على الفحم أو زيوت القلي، وهالشي بيخليها خيار صحي ومثالي. مش بس هيك، النعناع عم تيجي من ألمانيا وعم بتكون حلال 100%، وعم بتكون نعناع ألمانية صحية لأنه نسبة الدهون فيها أقل. حلو. فتخيل بأنه أنت كل مرة عم تتناول السندويشة على شط البحر عم بتكون نفس الطعمة، عم بتكون صحية، وعم بتكون وجبة مفضلة للكبار والصغار. ومش بس هيك، أنت عم تأكل سندويشة ذكية ورح تحبها وبتحبها، كل مرة رح ترجع تاكل نفس الطعم. نفس الطعم. ففكرة كتير حلوة عن جد. بدنا نقول مثل ما قلنا لكم المكان موجود على الكايت بيتش، وعم بيقدم أول سندويشات نعناع ذكية بدبي، تعد الأولى من نوعها.